مرحبا، معكم دكتور طلال الحلاوي، استاذ مساعد في قسم دواوات الاسنان. اليوم محاضرتنا راح تكون عباره عن اللايت كيورنج سيستم فور دنتال كومبوزيت. لما نحكي على لايت كيورنج او نقول نحن هذا السن او هي الترميم احنا هو لايت كيورد ماتيريال، هذا معناها انه في عندنا شيء نون لايت كيور. اذا نرجع للهيستوري نعرف انه احنا كنا قبل ما كان عندنا شيء اسمه فيزيبل لايت كيور، كان كله عباره عن سيلف كيور كومبوزيت. طيب ليش طلع عندي اللايت كيور؟ دائما لما يطلع اي تقنيه جديده هو بسبب انه عندنا التقنيه القديمه قد يكون فيها شويه دروباكس. فاذا بنرجع شوي نشوف السيلف كيور كومبوزيت، نعرف انه احنا الكاتاليز او المحفزات التماسر هي في بنزويل بيروكسايد والتيرتري امين. مشاكل اللايت كيور او سيلف كيور كومبوزيت انه فيه بارازيتي، لما احنا بنمزج معجونين يا جماعه نحن ده يصير عندي يعني اير بابلز ترابينج جوات الكومبوزيت، يعني فبيصير عنده بوروسيتي من الداخل، بلس انه عندي ليميتد ووركينج تايم، انت محصور بوقت معين بين انك بين تمزج الماده وتطبقها بالسن، وبالاضافه انه محفز التماسح هو بنزويل بيروكسايد حساس للحراره، وبالتالي لازم دائما لما نخزن هالكومبوزيتات نخزنها بالبراد. طب بالمقابل له ادفانتجز كمان انه هو بيعمل سلو بوليمرايزيشن، الصدمة التقلصية الفجائية اللي بتصير باللايت كيور كومبوزيت ما لها موجودة هون. انا بصير عندنا سلو بوليمرايزيشن. نقطة ثانية، ما عندي ليميتد ديبث اوف كيور، قد ما كان ثخان المادة المرممة فهي بتتصلب لانه هي اوتو كيورد او لايت سيلف كيور. النقطة الثالثة ممكن نستخدم فيها الوان فاتحة جدا، لانه كلنا بنعرف انه بالظهر او هلا حنشوف كيف انه اهم محفز تماسر هو الكانفاكينون اللي لونه اصفر. طب anyway التاريخ لظهور، طبعا ظهرت نتيجه الدروباكس تبع السيلف كيور، ظهر عندي لايت كيور. لايت كيور ظهر ب 1970 بالهالوجين لايت او طلع بالالترا فايلت، طلع له مشاكل محدوديات عمق التصلب تاثيره على البشره، انتقلنا للفيزيبل لايت المرئي اللي كان الهالوجين ب 1972، بعدين ارجون ليزر بلازما ارك، وبعدين بال 2000 ظهرت الاجيال المختلفه للال اي دي او اللايت ايميتنج ديودز، الجيل الاول جيل ثاني جيل ثالث، حنتعرف عليهم ان شاء الله قدر الامكان. لما نحن بنقول فيزيبل لايت كيور، شو هي افضل ويف لينث او طول موجه مناسب لتصليب حشوات الكومبوزيت؟ نحن بنطلع هيك كان يقولوا فيزيبل لايت، وايت لايت، ضوء ابيض، بس لما نحن بنحط اللايت كيور بنلاقي بيطلع منه ضوء ازرق. الفكره انه هو كان ببث ضوء ابيض اللي هو الحزمه الكبيرة اللي هي قد تصل ما بين 380 ل 780 او 720 نانومتر، هي طيف الضوء المرئي اللي اذا حطيناه بموشور بيتحلل لسبعة الوان، فبتصير عنده فلترة بناخذ لون ازرق. هلا احنا حبا في اللون الازرق، لا ما عندنا حبا في اللون الازرق، لكن المادة المستخدمة كمحفز تماسر جوات معاجين الكومبوزيت ضوئية التصلب اسمها الكانفاكينون بتتحسس لطول الموجة بحدود ال 470 نانومتر. إذا بدي أطلع على طول في طيف الضوء المرئي بلاقي إنه 470 نانومتر هو يتوافق مع طيف الضوء الأزرق، وبالتالي الضوء الأزرق هو المناسب لبلمرة الكومبوزيتات اللي تحتوي على كانفركيمون اللي هو معظم أنواع الكومبوزيتات. إذن إجانا ضوء، هذا الضوء إجا على المونومير، المونومير اللي هو وحيد التماسر، فهو حوله إلى ذرات نشطة، جذر حر. هذا الجذر الحر بيروح بيهاجم بقية الجذور الحرة وبيكسر الدبل بوند، وبالتالي بتصير السنجل بوند مونومير هو أيضا جذر حر، وهكذا تستمر العملية التفاعلية وبصير عندي تشين رياكشن لحتى ما يصير عندي أنا الشبكة التبلمرية. هذا طبعا بيؤدي إلى حدوث ما يدعى بالبوليميرايزيشن شرينكج، يعني أنا كومبوزيت بيكون لما بيتجمع فهو بيقل حجمه وبالتالي يصير عندي تقلص تصلبي. درجة التحول او degree of conversion او قديش تصلب نتيجة تصلب تسليط الضوء عليه بتلاقي باحسن الحالات ممكن يوصل ل 50-60-75% من درجة التحول، لكن درجة التحول لاحظ انها تستمر مع مرور الوقت. فمثلا بعض الدراسات لقيت انه خلال اول 15 دقيقة بصير عندي تحول عالي، بعض الدراسات لقيت انه خلال 24 ساعة بيكون التحول العالي، لذلك بلشت تظهر اصوات لك معلش فينا ناجل انهاء التلميع اكثر للجلسه الجايه بالنسبه للكومبوزيت لحتى يصير عندي ديجري اوف كونفرجن اعلى واقدر اخذ قساوه وصلابه اكثر للماده اثناء انهائها. طبعا اثناء البلمره المونوميرات الحره الغير متفاعله شو بيصير فيها؟ او بتصير ليتشبل ايونز، يعني هي بتطرح بالفم، او بيصير عندي انا تنحجز ضمن عيون الشبكه البوليميريه وفي منها بكمل
بلمرة مع مرور الوقت. سبق حكينا على هالموضوع انه لما انا بصلب الكومبوزيت فالكومبوزيت اذا بدي قارنه ما قبل التصليب مع لونه ما بعد التصليب فهو لونه بيفتح، والسبب انه تخرب مكون الكامفركينون لاجل حدوث البلمرة فبالتالي يروح اللون الاصفر، فبالتالي بصير عندي انا الكومبوزيت لونه افتح بشكل قليل مقارنة مع قبل التصلب. طبعا ما عم بحكي مقارنة مع بعد استعمال السريري، مع استعمال السريري بصير تلونه هذا الشيء معروف. هلا خلينا ننتقل لنقطة هي اللايت كيورينج مودز او انماط التصليب الضوئي. انماط التصليب الضوئي او انا بعطيه شدة ضوئية مستمرة مع مرور الوقت هي مسميها كونتينيوس، او بعطي انا شيء اسمه سوفت ستارت، يعني ببلش بشده ضوئيه قليله وبتزيد تدريجيا. شو فكره السوفت ستارت؟ اذا انا بدي اطلع على هذا الشارت او هذا المخطط بعرف لا اذا انا من الكومبوزيت من المونومير تحوله الى البوليمير، مجرد ما حطيت ضوء ببلش يتحول من مونوميرات لبوليميرات، فهو عم يصير عم يقصر بيوصل لمطرح بصير عندي انا شيء بسموه الجيليشن. الجيليشن خلص صار الكومبوزيت عجين قاسي، بعده بصير عندي ايضا التصلب حتى يصير عندي بوليمرايز مونومير لبوليمير. فاذا انا بدي اقسم عندي مونومير وعندي بوليمير وعندي جيليشن بوينت، فعندي مرحلتين، عندي المرحله ما قبل الجيليشن بري جيل فيز وعندي البوست جيل فيز. البري جيل فيز كل شيء تقلص تصلبي بيصير عندي بالبري جيل فيز ما له تاثير سريري لانه لسه الكومبوزيت ما وصل لمرحله من القساوه يستطيع معها شد الجدران المرتبط بها. اما ما بعد التهلم او الجيليشن اي تقلص تصلبي بيحدث فهو بيؤدي الى الستريس بيلد اب وبتشد الجدران. طيب اذا نحن كانت نقطه البدايه والنهايه نفسها، يعني المونوميرات تحولت نسبتها نفسها، لكن انا خليت البري جيل فيز اكثر من البوست جيل فيز، هذا شو رح يعني؟ هذا رح يعني انه البري جيل فيز هي اللي ما بيتطور فيها الستريس بيلد اب بتكون اكثر، وبالتالي تحرير الاجهادات بيكون افضل وبقل التاثير السلبي. هذا هو مبدا السوفت ستارت. برجع بقول لكم انت اذا حطيت ايدك بمي بارده درجه حرارتها 5 نقلتها مباشره لدرجه حراره 55 هتوجعك ايدك، بينما اذا شلتها من 5 ل 15 ل 25 ل 35 ل 45 لما بتوصل من 45 ل 55 ما راح تحس بهذا الالم او هذا الانزعاج. لذلك عندي نمطين، نمط الستيب منه نمط الرامب. الستيب هو بيكون مرحلتين، مرحله اولى بالتصلب بشده مستمره، بهذه الشده المستمره لفترة زمنية معينة تتبعها شدة أعلى مباشرة، يعني 100 ميلي واط على سنتيمتر مربع لمدة 10 ثواني تتبعها مثلا 600 ميلي واط على سنتيمتر مربع لمدة 30 ثانية، هم سميها ستيب. أو عندي رامب يعني بلش من الصفر بلش بطلع تدريجيا خلال 10 ثواني وبيثبت، فهو نمطين من أنماط البلمرة. إذا هذا الستيب كيورينج وهذا الرامب كيورينج بالنسبة للبلمرة. هذا بحث علمي أو دراسة علمية أنا قمت فيها قديمة نوعا ما بال2004 أنا والأستاذ دكتور سامر خضون، ولقينا أنه التصليب الضوئي ذو الشدة البدئية المنخفضة أدى إلى تخفيف التسرب الحفافي على جدار لسوي ترميمات الصف الثاني من الكومبوزيت. وأيضا عندي نمط آخر من الكيورينج مودز غير الكونتينيوس وغير السوفت ستارت، عندي شيء اسمه البلس بوليمرايزيشن. البلس يعني هو نبضات، يعني ثانية وبيطفي، ثانية وبيطفي، ثانية ثانية وبيطفي. هذا بنسميه البلس كيورينج. وفي عندي نمطين منه، البلس العادي والبلس ديلي. البلس ديلي هو شكل من اشكال السوفت ستارت، يعني بعطيني نبضه بعدين ايقاف بعدين تستمر بنبضه بشده اعلى، وهذا بسميه السوفت ستارت. البلس كيورينج بيساعدني كثير بتخفيف الهيت اكيوميليشن، لان احنا بنعرف انه ممكن يصير عندي ارتفاع درجه حراره اثناء تبلمر فنتيجه الحراره المنبثقه من جهاز التصليب الضوئي، وايضا نتيجه الحراره الناشئه عن التفاعل التبلمري بحد ذاته. فعنا شيء اسمه البلس كيورينج البلمرة بالنبضية. من استخدامات البلس كيورينج هو إلصاق الوجوه الكومبوزيت. إلصاق الوجوه الكومبوزيت نبلش بنبضي، وخاصة لما يكون الفينير كتير رقيق، خوفا ما أنه الإجهادات التقلصية للريزن سيمنت تتأدي إلى تسلي كراكس أو بتعمل لي تصدع ضمن وجه الكومبوزيت. إذا هذا البلس ديلي هي نبضة ايقاف زمن ونبضه اخرى، وهو شكل اشكال السوفت ستار. وهي دراسات اكيد على فائدتها فيما يتعلق بالعلاقه الحفافيه. عندي بعض المصطلحات لازم اتعرف عليها العلاقه بالتصليب الضوئي. عندنا شيء اسمه الاس ار او السبكترال ريكويرمنت فور فوتوبوليمرايزيشن، يعني هذا الكومبوزيت شو بده طيف ضوء الموجه لحتى يتبلمر. فبيجي لك والله الاس ار هذا بده 460 ل 470،
هيك لانه فيه كان فركينه لحتى يتبلمر. في عندنا اس اي, اذا الاس ار قديش بده الكومبوزيت ضوء, الاس اي قد ايه عم يبس الجهاز سبكترال ايميشن, بيقول لك والله جهاز هالوجين ببس بين 400 و500. في عندي البي دي الباور دنسيتي اللي هي استطاع هي ميلي وات على سنتيمتر مربع. في عندي انرجي دنسيتي اللي حاصل الباور دنسيتي ضربا بزمن تصليب فبتطلع بجول على سنتيمتر مربع. في عندي الاو بي على ات ات دي اللي هي انرجي دنسيتي ريكوايرد فور اوبتيمم بوليمرايزيشن, يعني قديش بده طاقه كليه هذا الكومبوزيت لفخانه ب 2 ملي لتبلمر مثلا. بيقول لك والله بده 16 جول. ايش هو 16 جول على سنتيمتر مربع؟ هو حاصل ضرب الباور دنسيتي بطاقه, يعني الانرجي اللي هي بترجع الانرجي دنسيتي اللي هي حاصل ضرب الشده بالزمن. اوكي, فاذا بنطلع هي الانرجي دنسيتي ريكوايرد فور اوبتيمم بوليمرايزيشن. في عندي الاي اي اس اللي انرجي ابلاي سيكونس, يعني كيف انا عم طبقها, هل عم طبقها بالسوفت ستارت مود, هل عم طبقها بالكونتينوس مود, هل عم طبقها بالبلس مود. فاذا هي مصطلحات كثير مهمه ولازم تعرفوها. ننتقل بعدين على العوامل اللي بتاثر على التصليب الضوئي. اهم عامل من العوامل هو شده التصليب الضوئي. شده التصليب الضوئي يجب ان لا تقل عن 400 ملي وات على سنتيمتر مربع او ما تدعى بالباور دنسيتي, ولازم يكون عندنا اجهزه للقياس نتاكد, لانه اذا كانت اقل من هيك ممكن الطبقه السطحيه تتبلمر لكن الداخل ما بيتبلمر. طبعا في عندي انا انخفاض للشده بالنسبه لاجهزه الهالوجيني العلاقه بالتعقيم للفلتر وبالعلاقه بالدرجه الفولتاج والى اخره وتقادم راس جهاز تصليب ضوئي. هذا كان بالاجهزه الهالوجينيه, لكن هلا خفت كثير بالاجهزه ال اي دي. نقطه ثانيه هو تبدا ميت الراس جهاز تصليب الضوئي قطره, كل ما كبر كل ما غطى مساحه اكبر من الكومبوزيت. تمام, بس انا عندي رؤوس نوعين, عندي راس معياري وعندي راس تيربو. شو الفرق؟ الراس المعياري بيكون مدخله عند جهاز التصليب الضوئي يساوي مخرجه عند الكومبوزيت, اما التيربو بيكون مدخله عند جهاز التصليب الضوئي بيكون اكبر من مخرجه, وبالتالي في عندي تكثيف للحزمه الضوئيه. هذا التكثيف سيؤدي الى رفع الشده الضوئيه للكومبوزيت وتدعى برؤوس التيربو. حنتعرف على مشكلته ايضا بعد شوي. ننتبه ما يتلوث راس جهاز تصليب ضوئي, هي انماط على جهاز تصليب ضوئي, هذا اللي شايفينه هون هو من احد العيادات عندنا بالكليه, كيف نحن ما اهتمينا وما غلفنا وبالتالي صار عندي تراكمات للكومبوزيت, هذا حيؤدي للسكاترينج للاشعه وبالتالي تنخفض الشده الضوئيه وهذا بينعكس على جوده بلمره الماده الكومبوزيت. طبعا نحن ممكن ننظف في كتات خصوصيه للتنظيف, المينتيننس للجهاز التصليب الضوئي بيحسن لي اداؤه بشكل جيد. هذا عامل هام جدا. العامل الاخر هو زمن التصليب, يعني انا شو الفائده يكون عندي شده عاليه لكن انا ما طبقها غير لثانيه واحده, خير ان شاء الله ما صار شيء. لذلك عندي شيء اسمه الاكسبوجر تايم. الاكسبوجر تايم از ريكومندد باي مانيفاكتشرز بيكون بين 20 ل 40 ثانيه, وهذا ايضا بيرتبط بمفهوم متكامل معه اللي هو الانرجي كيورينج انرجي اللي هو حكينا عنها الاي دي انرجي دنسيتي, حاصل ضرب الشده الضوئيه بزمن. يعني اعطيكم مثال, انا بدي 16 جول على سنتيمتر مربع, خليني بنفس المثال السابق. 16 جول على سنتيمتر مربع ممكن احققهم بجهاز شده الضوئيه تبعه 800 ملي وات على سنتيمتر مربع, وصل لي بحجم الكومبوزيت اللي بفخامه 2 ملي لمده 20 ثانيه, او بقدر اخذ 16 جول على سنتيمتر مربع اللي هي الكيورينج انرجي او الانرجي دنسيتي من خلال استخدام جهاز تصليب ضوئي لنفس الفخامه طبعا بشده 400 ملي وات على سنتيمتر مربع بس ل 40 ثانيه. بالحالتين لاحظوا انه بيكون المحصله هي 16 جول على سنتيمتر مربع. لذلك قلت الشده بزود الزمن, ارتفعت الشده ممكن قلل الزمن ضمن حدود 20 الى 40 ثانيه, وهي نقطه كثير مهمه, وهذا الكونسبت تبع الانرجي كونسبت اللي هو جول على سنتيمتر مربع. بتقول لك الدراسات نحن بدنا الكومبوزيت ريكوايرمنتس بده 12 ل 24 جول على سنتيمتر مربع ليتبلمر. يعني انت مش تقول لي والله انا عندي 200 ملي وات على سنتيمتر مربع, هي 200 ملي وات على سنتيمتر مربع 800 ميلي وات على سنتيمتر مربع بتصلب لمده 10 ثواني. شو الجول على سنتيمتر مربع؟ طبعا 8 جول اقل من 12, وبالتالي هو دون الحد المطلوب, وبالتالي ممكن يكون خواص ميكانيكي الكومبوزيت ضعيفه. طبعا اجهزه الليد الحديثه رفعت الشده وبالتالي اختصرت الزمن مثل ما حكينا, لكن ضمن الحدود انه يكون عندي اعلى من 12 جول على سنتيمتر مربع. النقطه الثالثه مهمه, يعني انا صلبت بشده ضوئيه جيده وبزمن كافي لكن ايدي بعيده كثير عن الكومبوزيت, فهو عندي انا كيورينج ديستانس بعيده, كل ما بعد عن الكومبوزيت هو ما له ليزر وبالتالي ما بيستمر مع مرور المسافه, انما بينخفض شدته مع مرور المسافه وبالتالي انا بقلل. لذلك بدي اهتم اني اقرب قدر الامكان. الابتعاد المثالي طبعا هو افضل شيء اني الزقه, بس هو هذا الشيء
ما بيصير غالبا سريريا، لكن الابتعاد المثالي ضمن حدود التطبيق السريريه، وانتم شو عم لكم ضمن حدود التطبيق السريريه، هو 1 ملي فقط عن الماده المراد بالماده. اخذينا بعين الاعتبار انه لما بنحط رؤوس جهاز التصليب الضوئي على رؤوس الحدبات احيانا تبتعد عن الماده المتبلمره 2 ملي، ما بالك على الكومبوزيت بجدار لسوي. لذلك يجب استخدام جهاز تصليب ضوئي بشده ضوئيه جيده، لانه ممكن يبتعد الماده المراد بالمرتبه حوالي 6 الى 8 ملي، وبالتالي لازم تكون شدته عاليه لانه مع مرور الزمن تنخفض. هلا رؤوس التيربو شو مشكلتها؟ رؤوس التيربو بتؤدي لرفع الشده الضوئيه عند القياس الاولي، لكن مع زياده البعد تنخفض اكثر من رؤوس الستاندرد، لانه ما يركز يتبعثر اكثر. خلينا نقارن الدراسه ما بين قياسه عند 0 و1 2 3 و4 و8 ملي شده ضوئيه. لاحظوا عند الصفر كانت الشده 743 ملي وات على سنتيمتر مربع. نفس الجهاز نحط له رأس تيربو عطاني 1128. إذا لاحظوا الزيادة لما ركبنا جهاز تيربو. هلا عم نبتعد، كل ما عم نبتعد لاحظ عم يخف هون، كل ما عم نبتعد عم يخف، لكن منوصل للميلي الرابع منلاحظ إنه الستاندرد بهالدراسة صار أعلى من التيربو، مع إنه التيربو كان بالبداية أعلى. بنوصل للميلي السادس نزلت عن 300 ملي واط على سنتيمتر مربع، اللي هو الحد الدنيا بنقول من 300 ل 400 ملي واط على سنتيمتر مربع. بالتالي او بالميلي الخامس لاحظ كيف هون ضلت فوق 400، هون صارت غير قابله للتصليب. لذلك ننتبه لهالموضوع بشكل كثير كبير، والكيورينج ديستانس، واكثر ننتبه لنكون عندي تيربو كيورينج لايتس مشان ما ادي لنتائج سلبيه. كيف بدي اعرف انا اذا انا عندي التبلمره او او او, أو انخفاض الشده مع مرور المسافه مع زياده المسافه لهذا الراس هو اعلى من انخفاض الشده عبر المسافه للراس الثاني؟ بكل بساطه هو الدايفرجنس انجل تبع الاشعه، كل ما كانت واسعه كل ما كان هذا معناه انه شده تنخفض اكثر مع مرور المسافه، كل ما كانت الحاده او قريبه كل ما كانت الشده تحافظ اكثر. فانا ممكن احطها على ورق مليمتري وصلب وشوف كيف تبعثر الراس جهاز التصليب الضوئي واختار الراس اللي بيعطيني اقل بعثره، لانه لاحظوا مثلا هو الاليرجو سيء جدا مقارنة مع سماع السمارت لايت اللي هو بيعطيني تركيز افضل من هذه الاجهزة. نقطة رابعة وكثير مهمة، صلبت بشدة جيدة ولزمن كافي وبتماس مع الكومبوزيت قدر الامكان، لكن ايدي مايلة نعسان ميل ايدي، اجت عندي ترميم املجمي حجب الضوء عن مناطق معينة وبالتالي صعب علي عملية البرد. ايضا من العوامل بتأثر عندي الفوتو انيشيتورز او المحفزات التماسر، فيه انماط مختلفة من محفزات التماسر، يعني اذا ما كان في توافقيه ما بين الاس اي والاس ار فبالتالي ممكن ما يتبلمر بشكل جيد. الذرات المالئه المايكرو فيلد اصعب لانها تتبلمر لانه بتعطيني بعثره اكثر من المايكرو هايبريد مثلا. الذرات الشيد اوباسيتي كل ما كان كومبوزيت اغمق كل ما مر ضوء اقل كل ما كان عمق التصلب اقل، وكذلك الاوباسيتي الثكنس هي كمان تخانه الكومبوزيت تلعب دور، وحراره الكومبوزيت كل ما كان الكومبوزيت بحرارة جيدة قبل البلمرة كل ما هذا أدى إلى خواص ميكانيكية جيدة. القسم الثالث من المحاضرة، القسم الأخير هو اللايت كيورينج سيستم. أول ما ظهر هو الهالوجين لايت ما قلنا، لكن هذا الهالوجين لايت هو عبارة عن ضوء أبيض له الوايت لايت، بنستعمل فلتر ناخذ أزرق، أو عبارة عن كهرباء بتمر بسلك تنجستين تتوهج تعطيني حرارة فبتنطلق الفوتونات تعطيني الضوء. لذلك هو في من أهم مساءه أنه بيصير ديجراديشن وبيصير اللمبة مع مرور الوقت عمرها السريري قليل فبتتخرب مكوناتها نتيجه الحراره، بالاضافه للحراره اللي ممكن تصدر عن اجهزه التصليب الضوئي ممكن تكون مؤذيه لللب، زائد اجراءاته وصوته المزعج والمروحه، كله هذا جعل الانتقال الى انماط للتصليب الضوئي اخرى مثل بلازما ارك. بلازما ارك اعتمد على استخدام غاز الزينون، وبالتالي بيعطيني شده ضوئيه عاليه جدا بزمن قليل، فبيقول لك بستعمل 4000 ملي واط على سنتيمتر مربع لمده 3 ثواني، هلا اضربهم ببعض بيطلعوا 12 جول كمعادله جيده. لقيت الدراسات انه كانت خواص الميكانيكيه سيئه، يعني بمعنى ثاني حتى لو كان عندي المعادله او كميه الطاقه اللي بياخذها الكومبوزيت هي كميه مقبوله، الا انه يجب ان يكون هناك زمن كافي لا يقل عن 10 ثواني من اجل تحفيز اكبر عدد من المونوميرات من اجل احداث الشبكه البوليميريه. لذلك اختصار جديد غير جيد ممكن يكون مفيد صراحه بالصاق الحاصلات التقويميه، لكن فيما يتعلق فينا نحن ككومبوزيت او كترميمات كومبوزيت عم يكون خواص ميكانيكيه ضعيفه. طلع عندي الليزر ارجون، والليزر كلنا بنعرف انه جيد، لكن طيف الضوء الموجي تبعه ضيق جدا، فبالتالي يجب ان يكون توافقيه جيده جدا ما بين الضوء اللي عم يطلع وما بين المحفز الموجود جوا، والا لن يتبلمر الكومبوزيت. نقطه ثانيه
الحراره ممكن تكون منبعثات، ظهر اخر شيء بال2000 اللايت ايميتنج ديودز، وهي انصاف نواقل وهي تكنولوجي جيده واللي هي ما بدها مروحه اللي ما فيها حراره، والعمر السريري عشرات الاف الساعات، وبالتالي تميزت ووزنها خفيف وما بدها مروحه، وطلع عند الجيل الاول ما بدها فلتره، فيه عده لمبات حوالي 19 لمبه، بعدين لو عدد اللمبات كثير صاروها بلمبه واحده تعطيني ما بين 450 الى 490 نانومتر، وبالتالي الطيف الضوئي الموجي تبع الليد هو ما بين 450 490 اضيق من الطيف الضوئي الموجي للهالوجين اللي هو ما بين 400 500، وبالتالي بما انه اذا نحن عم نستعمل هالوجين عم نستعمل محفز تماثر هو الكامفر كينون اللي هو بياخذ 470 فبيصيبه مين الليد وبيصيبه الهالوجين، بس الليد بيصيبه بكفاءه اكثر من خلال تركيز بدون بعثره بدون توزع لشده ضوئيه على طيف موجي واسع، وبالتالي انخفاضه كديليفري بالنسبه للكومبوزيت. ظهر عندي الوان ليد وصار يعطيني انا تصليب جيد جدا. صار عندنا مشكله بالليد اللي هي انواع الكومبوزيتات الالوان الفاتحه والشفافه اللي بتستعمل محفزات تماثر بنسبه اكبر من الكامفر كينون مثل البلوسرين بي بي دي والبي بي دي والسمنت بي او، هدول محفزات التماثر بال414 415 بالتالي لن تكون هناك كفاءه جيده ببلمرتا بالليد. لذلك بدي انتبه اذا كان عندي كومبوزيت فيه محفزات تماثر غير الكامفر كينون اقل من 450 ميلي وات الاس ار تبع السبكتر ريكويرمنت تبعها، بالتالي هون لازم صلب بالهالوجين او بنتقل للتطور الاخير اللي ظهر عندنا اللي هو الجيل الثالث. لذلك شايفين الهالوجين بيغطي طيف اوسع، الليد بيغطي طيف اضيق، لكن ما دام نحن عم نستهدف الكامفر كينون اثنيناتنا بنغطي، اما البي بي دي لا يصيبه الهالوجين الليد انما يصيبه هالوجين الا اللهم اذا استعملنا الجيل الثالث. الجيل الثالث بيستعمل عده انواع من اللمبات، مثال عليه الترا لوم 5 اللي هو الجهاز بيعطيني لمبه مركزيه من الجيل الثاني ولمبات محيطيه لتعطيني الطيف التي لا يغطي الليد، وبالتالي صار عندي رجع طيف يغطى ما بين حوالي 400 ل 500 واصبح يصيب مساحه واسعه من محافظات التماثر المتعدده واصبح يصلب بشكل جيد. اذا للتغلب على مشاكل الليد ممكن نلجوء الى الجيل الثالث وما فوق او نلجا الى الهالوجين باللايت كيورينج. اخر شغله تكون تعرفوا انه الضوء يجب عدم نظره له بشكل مباشر والا سيؤذي شبكيه العين، بيؤدي الى شيخوخه مبكره في الريتنا في الشبكيه، نحن بمغنى عن ذلك، لذلك بنحط النظارات الواقيه ونطلع عن طريق الفلتر، نلبس كفوف، ما في داعي ايضا جهاز تصليب ضوئي. يجي على الليسته اللي بعض دراسات ان هناك تسطح بالغشاء القاعدي مؤقت خلال 14 يوم يزول، ما في داعي انه ندخل بهذا الشيء، بيأثر على الريتنا بيأثر على الجنجبة بيأثر على السكين، ننتبه لحالنا بشكل كتير كبير يا جماعة، موضوع ما فيه أي استهتار. بتمنى تكون وصلت الفكرة فيما يتعلق بجهاز التصليب الضوئي، حكينا فيها عن فكرة التصليب الضوئي بشكل عام، حكينا فيها على أنماط التصليب الضوئي، حكينا فيها على أجيال التصليب الضوئي. بتمنى تكون وصلت الفكرة، هام جدا هذا الموضوع، وأراكم بمحاضرات قادمة ويعطيكم ألف عافية.